صباح الخير حبيباتي، مرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم ديسير اللي موالفه، قلت لكم عليه خرج جديد في الاسواق. شوف ديسير تاع شوكولا راني نفض عليه، كاين شو ما يتباع 3000 ودوكا زادو كاين حتى ولا وصل 6000. بصح هاي اللي بنت هاي جربوا هنوارا ها شوفوا هذا هو هايل هايل. انا شو ما خرج جربته جا هايل، نصحكم تشريوه لبلادكم. راه يدير 3000، قلت لكم كاين دي سيكيلات وصلوا حتى يبيعوه ب 6000. هايل. عندي فاكي، عندي نص لتر حليب، بصح ما خلاه كي ديروه تزيدي له السكر، الكومه ولا هذاك تاع السكر الحلاوه اللي تحبوها. انا صباح اليوم نهاركم مبروك، نهاركم زين. البارح صبت الشتاء الحمد لله شكر لله، شوفوا نهار جميل. انا وجدت لكم اليوم عندي شويه سباكيتي هكا، اسمها سباكيتي الخضر، حاجه سهله ماهله. كل مره ندبر واش نديرو على لكم، قلت ندير سباكيتي الخضر على بالكم الشغل تاع الصباح اللي ما يخلصناش، خصو نقي الدنيا كامل. الصباح يصبح يصبح الشغل. انا شويه فنجان تاع القهوه كامل نغسلهم، عندي ما نحركاني نفرزهم. وقلت لكم هذا الديسير كان عندي نص التحليب وقات لي باكي، قلت نشاركها معكم ونوريكم مازال ما يعرفش هذا الديسير. راهو يجي هايل، ديسير شوكولا مثلا انت تزيدي له السكر على حسب المذاق، تزيدي له السكر واش حبيتي، زدت له شويه سكر، قال لي شويه زدت له سكر تحبوه شي حلو كما شحال ديروا من بغيتها. نحطها فوق النار وراكم معايا. مرحبا بكم بالجميع، واللي دخل اول مره لقناتي ما ينساش يفعل الجرس ويدينا لايكات باه يوصل المحتوى. شوفوا نهار جميل، نهار مشمس، نهار شباب، حشاكم حشاكم، عزكم الله. صرت الصبابط تاعي تاع بنتي، وانا راك عارفه في الجزائر في ازمه الماء، تبني نعمر شي ديك تاع دوك تاع الماء ونقي الدنيا. وراكم معايا هاي البنات، شوف دي سقف جانا، شوف شوف يولي، شوف يولي ثقيل. او هايل، جربوه جربوه، او هايل. كان عمر لي غام كان تاوعي هادو هكذا. وعندي هنا شي تاع كاوكاو بوش هكا، كنت مخبياتو يجي بنين هكا فوق الديسير تاعنا. نحطو شوية هكذا بهذه الطريقة، ونكمل هذا لي غامبان تاعي هكذا، نعمرهم هادو. مشيتو من باب الوادي يا بنات، راهم يديرو واحد 16 ميل هكداك، هما كيوت صغار. نقوم بهذه الطريقة هكدا، نفرحو لوليدات واش عندنا في الدار، لاباتهم معانا في الحجر الصحي، ونشوفو كيفاه نبدلو هداك الجو هكدا كيما كتشوفو. وهاي البنات ما ننساش انا كل يوم، هذه صاحبتي، هذه الشحيحه الصغيره هذه اللي قلت لكم كانت تاع العجينه تاع بنتي، وغديتها شحيحه كيوت صغيره هكا. نشوف واش فيها، فيها اللي عرفت نحلها هاي. شوف واش فيها الاخر اللي يدورو، واحد هبط صغير قصير، عطاني ماما ادفين، عطاني بربط في الكار ادفين ومية دورو. كل يوم نقول لكم ما تخصوش بالمية دور الافراك، افراك المية دور الدور يجيب الدور هكا، دايرتها هكا في الكوزينة تاعي، وخليتها لهم ريس افراك مية دور يجي يدي منها بالطريقة. وهاو السباغيتي تاعنا، هذه نوع من انواع السباغيتي، المهم يجي حبة عريضة هكا تشبه الرشدة هكا. دروك نديرو لاصوص نوريها لكم، نشارك معاكم يومياتي وكامل جديدة.
وليت خبل اول مره لقناتي لا ينسى الشفاء على الجرس ويدير لنا لايكات دينا الجيم باه المحتوى تاع القناه يكبر بكم وبينا ان شاء الله. ومرحبا بالجميع اللي دخل اول مره عندنا. هاشو الديسير تجي ما شاء الله. وراكم معايا في هذه الروينه تاع اليوم تاع الصباح كي تصبح الدنيا على بالكم اي مراه جزائريه كوزينه تصبح هكا. المهم شوفوا الله سيقت البارح الدنيا نقيتها كامل كيما راهي بصح هكذاك شوف نقيتها كامل حتى هنا الدخله تاع الكوزينه كامل نقيت الدنيا بصح تصبح تصبح الدنيا مرونه. هنال انا نكمل الدنيا وراكم معايا في الروتين تاع اليوم. مرحبا بالجميع. هاي بنات قلنا على الوسمو ونشوف لاصوص. انا عندي اليوم راح نديرهم صوص مولو. عندي صوص بريباري واجده صوص طماطم ها هي لا غير شويه ما ها هي ديجا مكاتبين لنا فيها كامل فيها زعتر فيها بصل فيها ثوم فيها طماطيش واجده راح نزيد لها شويه ما وديريها في السباغيتي تاعك. ولا انا قلت لكم شي نوع من الانواع اللي تشبه يشغل شويه نشوف الوصفه تاعها جاي عريض شويه شغل رشته هكذا حاجه خفيفه ما واش نديرو على بالكم في الصيف. وهاي هاي حبيبتي قاعده هنا معايا هكا وراكم معانا في اللوك تاع اليوم. ومرحبا بالجميع. وهاي نونا تاعي نوني نونا قولي شو خيل انت بيلين. مرحبا بكم. شوفوا البنات بدي نعملو هاد الشطرنج لبالكم دوكا خلينا الحاجة الصحية وكامل بدي ميخرجوش بزاف المرض ان شاء الله. جميع المسلمين بعد علينا هذا الوباء ان شاء الله. همال تعرفوا واش تاع ولادكم واش ديروا لهم هكذا امورات لعب هكا يبدلوا شويه وقتهم. وعندي هادو الحوايج غسلتهم دخلتهم ان شاء الله نطويهم كامل. وراكم معايا في نهار اليوم ان شاء الله. مرحبا بالجميع. ونوني تاعي انا وين نروح تكون معايا شوفوا يا البنات نعطيكم طاقة إيجابية مع النبات. شوفوا إن شاء الله أنا عندي لويزا عندي هذيك الشوك عندي الوردة حلت لي هاكا نعطيكم طاقة إيجابية. ما كاينش كيما النبات الورد. شوفوا نهار اليوم ما كاينش الشمس هو مليح بصح نتقلب. ثاني الحوايج كنلمهم نفذهم. وعندي هذه الجرايه غسلتها ونحط هذا الشواح حتى تنشف لي مليح مليح وندخلها على بالكم هذا الجزائر ميديتي ونقسم نخليو الحاجه حتى تنشف مليح هكا. نقوم معايا ها شوفوا يا البنات شوفوا الحوايج هذوك اللي كانوا عندي هنا راني طويتهم شوفوا. وانا شوفو كيفاه ندير كل واحد نحط له حاجته كل واحد نطوي له وجهته باه كي نجي نرتبهم في الخزانه يجوني ساهلين تاعو تاع السراب تاع لي جهه الفيزاني الدراري كامل عندي جهه باه كي نحطهم في خزاينهم يجوني ساهلين. وشوفو نونا جات حتى هي تطلع معنا الشطرنج كانت هنايا شوفو كثر معايا نونا نوني هاي كانت معنا هنا. وها شوفو كي نروحو للخزانه هاي تاع ليدي عندي له هكا كل حاجه اللي جيها هكذا لي تيشيرت تاعو الصراو هكا يجوني ساهلين كل واحد يرتبه له في جهه رتب لهم في جهه. وراكم معنا في الفيديو تاع الروتين تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم. دوك يا البنات شوف عندنا حبسه هذه اللي مش مخصها طايبه راح ندير مدربل. شنو هو المدربل اللي ما يعرفوش هذا باذنجان مقلي بدو شويه فرينه هكذا كما راكم تشوفوا فتاتي هكذا شكون هذا هو الحشره باش نجهزو لكم نخلي الباذنجان. ومن جهه اخرى عندي الحم الحم نخليه هكذا على نار قليله نبدلو حبات ثوم هكذا نمسهم هكذا ما مقطعين ما والو هكذا حبات نزيد شويه طماطي شويه زيت كاين يدي الكرويه انا درتوها في الحانوت وشويه ملح
ونخليه يتقلى على نار قليله، نزيدو غير شويه ما ونخليه يطيب في غلو، ومن جهه نخليه هذاك الباذنجان تاعي بعد كيطيب نزيد له هذاك التميسه ونديرو عليه شويه خل، يعني هذا بعد كيطيب يجي عليه شويه خل بالمرقه وينحط فوق هذا الباذنجان المقلي مع المرقه هذيك تكون خاطره ويكون الباذنجان تاعي قليتو هيدولو ونزرعو هكذا. الباذنجان باه ما ياكلكمش بزاف الزيت درتو شويه فرينه كيما تشوفو ما ياكلليش الزيت. خلاص مع الوصف تاعي هذا النحشة تاعي، ان شاء الله الروتين تاع نهار اليوم ان شاء الله يعجبكم، ومن بعد كي نطيبوه نديرو قطرة خل ونحطو في الحشا. راكم معانا ان شاء الله هذا الروتين تاع اليوم راهو يعجبكم وراهو عجبكم ان شاء الله. متنساوش تعملو قناة وتخدمو لايكات. راكم معانا ونهار زين شوفو نهار واش بيت او مليح. راكم معايا شوفو نونا شوفو نونا وين تروح تكون معانا. كسمع في التقديق تاع البيض تجري وينها شكون جا هاو يا البنات شوفو ندربلك فيه يجي يجي الله الله في الحميصة والباذنجان هذاك المقلي اللي درتو وديرلو شوية خل هكا معوض هو بالخل غير شوية خل هكذا فوقو وشهيتكم في الجنة مع الشرابة اللي فقتو بيها حاجة خفيفة. شوفو الروتين تاع كامل تاع نهار اليوم كون يعجبكم ومتكثرو كثرو من اللايكات واللي ما شافش المحتوى تاع القناة يفعل الجرس ما شاء الله بيصلوا كل المحتوى تاع القناة تاعنا. ان شاء الله المحتوى راه يفيدكم من الروتينات من التحفيز من الطبخ التعليمية من اي حاجة ان شاء الله تستفيدوا منها. والسلام عليكم وصحة شكرا.